الأجواء في العالمين في الحقيقة يعني متميزة وخطيرة، يعني طول الوقت في فعاليات مختلفة ومتميزة. دلوقتي هنروح لكريم ديبرز ونعرف منه كده إيه اللي بيحصل وآخر الفعاليات النهاردة إيه في العالمين. يا مساء الفل عليك يا كريم. يا مساء الفل يا بسنت، يا مساء الفل على جميع السادة المشاهدين. فعلا النهاردة مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية بيقدم فعاليات مميزة ومختلفة. احنا عارفين انه الفترة اللي فاتت وخلال الايام الجاية كمان هيكون في فعاليات مختلفة على المسرح الروماني، حفلات متنوعة يمكن حضرنا منها اهمها فرقة المصريين لهاني شنودة، حضرنا حفلات تانية موجودة الحقيقة، يعني كان احتفاء بالفنان الكبير مدحت صالح. لكن الحقيقة انه النهاردة زي ما كنت بتتكلمي من شوية، فكرة تسليط الضوء على فرق الاندر جراوند او الفرق يعني الصاعدة، الشباب اللي لسه بيحاولوا يصعدوا بمواهبهم المختلفة. لكن الحقيقة كمان فرق الاندر جراوند دي منها كود مصر زي ما كنت بتتكلمي من شوية، هي مميزين بنوع معين من الموسيقى والاغاني والالحان المتنوعة، يعني هم مميزين اكتر بالروك والبوب فيوجن. الأغاني دي النهاردة الحقيقة والموسيقى دي في حد ذاتها عملت تفاعل كبير جدا 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 النهاردة وسط الجماهير، ويمكن الجماهير النهاردة كان أكترهم وأغلبيتهم بالفعل من الطلاب ومن الشباب الصغيرين اللي جم من الجامعات المختلفة زي جامعة اسكندرية مثلا، طلعت رحلة كاملة للعالمين الجديدة والمهرجان، وجم النهاردة شباب كبيرة كتيرة كتيرة كانوا موجودين في المسرح الروماني النهاردة وتفاعلوا وتميلوا وترقصوا الحقيقة مع الأغاني والموسيقى والالحان اللي غيرت من مودهم تماما الحقيقه. واتكلمت معاهم، في منهم لسه داخلين الجامعه جديد، في منهم كانوا لسه ثانوي دخلوا الجامعه، بيقولوا ان هم كانوا محتاجين يعني نوع من انواع الحفلات دي عشان يخرجوا الكبت اللي جواهم او الضغط اللي كان موجود ايام ثانويه عامه. دلوقتي كانت فرصه كويسه جدا جدا، وقعدوا يتكلموا على يعني نوع المسرح الروماني وشكل المسرح الروماني واضاءات المسرح الروماني، كلهم اشادوا الحقيقه بالموضوع ده. وفي منهم كمان كانت فرصه لطيفه ليهم ان هم يتعرفوا على بعض، لانه كمان المكان هنا بيجمع مش بس مصريين لكن مصريين واجانب، ويجيب ناس من كل المحافظات، فكان في ناس من محافظات كتيره الحقيقه موجوده، والشباب قعدوا يتكلموا مع بعض وكانوا بيتكلموا معايا بيقولوا قد ايه هم كانوا مبسوطين بحاجه زي دي فعلا. لكن الحقيقه انه الحفلات دي لسه مستمره، سواء الاندر جراوند او الحفلات الشبابيه في المسرح الروماني. كمان اتكلمي عن نقطه مهمه جدا، وهي نقطه الاغاني القديمه والنوستالجيا. يعني احنا كمان الخميس اللي جاي الحقيقه هيكون في حفله التسعينات، حفله التسعينات واغاني التسعينات، ويمكن ميزه الاغاني دي الحقيقه انه بتجمع يعني فئات كتير عمريه ومختلفه، بالحقيقه منتظره اليوم ده ومنتظره ان هي تسمع الاغاني دي عشان تسترجع بيها ذكرياتها، وفي منها الاغاني لسه مستمره لحد النهارده. كمان يمكن من اهم الفعاليات اللي في مهرجان العالمين الجديده في نسخته الثانيه الحقيقه هو مهرجان الهيجن اللي كان فيه استعراض كبير جدا امبارح، بدا من سيدي عبد الرحمن وتحرك لحد العالمين الجديده ووصل للممشى السياحي وتحرك اكتر من نقطه ووصل للمنطقه الترفيهيه. لكن المميز الحقيقه ده كان عباره عن عرض صغير او نسخه مصغره من السباق اللي هيكون موجود فعلا بكره وبعده، سباق الهيجن اللي احنا متعودين عليه الفتره اللي فاتت، شفناه في شرم الشيخ، في العريش، السنه اللي فاتت كان في العالمين، النهارده في او بكره وبعده في العالمين الجديده. يمكن ده نوع خاص من الرياضات بالتعاون بين الشركه المتحده للخدمات الاعلاميه ومعاها اتحاد الهيجن، وكمان بالاضافه لده وزاره الشباب والرياضه اللي بتدعم نوع من انواع الرياضه دي. ويمكن المميز يمكن في مهرجان الهيجن اللي هو مش بس بيجمع ناس من 17 محافظه مختلفه، لكن كمان بيجمع العرب، اخواتنا العرب من الامارات على سبيل المثال هيكونوا موجودين، العرب المصريين هيكونوا موجودين دين الحقيقه من اكتر من محافظه، ويمكن قابلنا ناس كمان من اسوان هتكون موجوده جاي من اسوان لحد العالمين الجديده. ده مشوار بعيد جدا الحقيقه، لكن كل ده مصمم ان هو يجي عشان يشارك في مهرجان الهيجن اللي هيكون موجود بكره وبعده وهيختتم فعالياته الاربع. لكن المميز كمان هو مشاركه اكتر من 1536 او 37 جبل هيشارك في هذا السباق بكره وبعده. ولما اتكلمنا كمان يعني مع رئيس اتحاد الهيجن الحقيقه عن فكره المهرجان في العالمين الجديده، حدث نتكلم انه هو مستو انه المكان الحقيقه انه مكان جديد، مكان مختلف، قادر ان هو يجمع الناس كتيره جدا، والناس كانت عندها الحقيقه يعني احساس
مهم جدا ان هي حابه تيجي العالمين الجديد وحابه تشارك في المهرجان في العالمين الجديده، واتكلم على ان هو الحقيقه بدعم القياده السياسيه خلال الفتره اللي فاتت قدر ان هو بدا سنه يزيد. كان ابتدى المهرجان الهاجن في مصر حسب كلام رئيس الاتحاد كان ابتدى ب 120 و 150 جمل، ان هو يوصل ل 1500 جمل بدعم طبعا وزاره الشباب والرياضه قدر، ده تطور كبير جدا وتطور ملحوظ جدا الحقيقه، واكد على اهميه رياضه الهيجن خلال الفتره دي في مصر بشكل عام. لكن كمان الفعاليات ما توقفتش، النهارده كان في حاجه مميزه جدا جدا في المنطقه الترفيهيه في على المنطقه الشاطئيه تحديدا في العالمين الجديده في المهرجان. النهارده تراثنا وفعاليات ديارنا قررت ان هي تيجي تعمل نسخه مصغره من معرض تراثنا، كان موجود بالفعل في المنطقة الترفيهية، جم الحقيقة كذا عارض من مكان مختلف عرضوا منتجاتهم من الجلود، منتجاتهم من النحاس، منتجاتهم من الشنط، منتجاتهم من حاجات كتيرة جدا تراثية. ويمكن أهم ما يميز تراثنا في المنطقة بشكل عام إن هي بتحافظ على الهوية المصرية، الهوية المصرية في الأشغال اليدوية بشكل عام، وبتبقى فرصة كمان مهمة جدا إن احنا نسوق لتراثنا بشكل عام ومشغولاتنا اليدوية، الحقيقة إن احنا بنسوق لها محليا وكمان عالميا، لأنه مهرجان العالمين الجديدة في نسخته الثانية الحقيقة هو بيجذب الأنظار مش من مصر بس لكن كمان من بره مصر. بالإضافة لده الفعاليات الرياضية الحقيقة ما توقفتش، يعني احنا حضرنا الأسبوع اللي فات مباراة أساطير كرة القدم اللي شاركوا فيها، حضرنا مباراة أساطير كرة السلة، حضرنا مباراة لكرة الطائرة، النهاردة كمان كان في الحقيقة نقطة مهمة جدا، أساطير كرة القدم رجعوا مرة ثانية، عملوا الحقيقة فرقة خاصة بالأندية المصرية وفرقة بين الأهلي والزمالك، دي فرقة ودي فرقة، تنافسوا على الملعب على الشاطئ مباشرة، لكن كمان شاركهم الحقيقة في المنافسة النهاردة دي فرق كفرقة كابيتانو مصر والشباب الصاعد الحقيقة اللي خرج من كابيتانو مصر ولعب في الأندية المصرية بعد ما الحقيقه اتمرن واشتغل على نفسه، وده كان فرقه الحقيقه كابتن مصر اللي بيكتشف المواهب المصريه المختلفه لكن تحديدا في كره القدم. الحقيقه جم الشباب اللي لعبوا في الانديه زي الزمالك زي المصري زي غير من الزمالك كانوا موجودين النهارده، وكان في زي مباراه كده استعراضيه جميله ما بين الفرق، فرقه الاهلي والزمالك ضد فرق كابيتانو مصر والعكس كمان فرقه كابيتانو مصر ضد فرق الانديه المصريه، وكان طبعا الهدف من كل ده هي ارسال رساله مهمه جدا جدا لكل اللي بيتابعنا وكل اللي بيتابع الفعاليات الرياضيه، هي رساله لا للتعصب ولا بد من نبذ العنف، لانه الرياضه في الاخر هدفها ان احنا نتعرف على بعض، هدفها ان احنا نعلي من روحنا الرياضيه، نعلي من روحنا الاخلاقيه المختلفه، وناكد على ده انه احنا في الاخر ممكن نبقى متنافسين جوه اللعبه لكن احنا في الاخر أصدقاء وأحباب وبنتعرف على بعض أكتر وأكتر، وده اللي مهم عشان نقدر ندعم دايما فرقنا الصغيرة وندعم فرقنا الكبيرة. وفكرة وجود الشباب الصغير الصاعد مع كمان يعني الرموز الأساطير كرة القدم هي فكرة سد الفجوة بين الاتنين، يتعلموا من بعض وكمان يحافظوا على بعض وينقلوا خبراتهم لبعض، دي كانت أهم الفعاليات الحقيقة اللي موجودة في مهرجان العالمين في نسخته الثانية النهاردة، وبرجع لكم مرة ثانية. شكرا ليك يا كريم. يعني وزي ما انت قلت كل شويه في فعاليات مختلفه بتحصل على ارض العالمين، واحنا اكيد بننقل الفعاليات دي اول باول. بنشكرك يا كريم.